بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وللله وحده جئت
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك حي في الخلق كلهم عليه صلاة الله ثم السلام بتعداد ما قطر من السحب ينزل مولاي صلي وسلم دائما أبدا أنا حبيبك خير الخلق كلهم نظام جميع الأنبياء محمد ويوم القيام الناس يبعث أول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعجد يا رسول الله من باب رحمة لأبد أسير بذنوب مسبل الله 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 عليه توكل وصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار لمولى الفضائل الله 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 عليه توكل وسلم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم جعلك الله وإياكم ممن يستودع الحقائق ويهتدي إلى الله رحمك ورحمتك الحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة آل النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم جعلنا من خيار أمتي واذكرنا من أهل حرمتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرتي وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا به يوم يستكبر في الخلاء اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وافر علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكننا بجماله في دار النعيم وجعلنا في الجنة ذي النعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه آل النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء علنا أن كلنا مضينا ومصحفا وبغينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه إنك قبول وأجزا وشرفا اللهم إنا نترقب إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن نكفر عنا الظلوم والأحزان واحفظنا من جميع المخارج والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار تقبل منا ما قدمناه من نسير أعمالنا في اليمنان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت الغفور الغفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.